استضاف مركز السبيل في مدينة الناصرة ندوة لعرض كتاب حيفا الكلمة التي صارت مدينة للمؤلف دكتور جوني منصور، الذي يتحدث فيه عن أهم معالم هذه المدينة الفلسطينية الحديثة. هي يعني مدينة المولد والمنشأ، ولكن الأهم من كل ذلك أن هذه المدينة يعني هي يعني بمكوناتها الإنسانية، أنا هذا أسلط الضوء عليه، استطاعت أن تستوعب الكثير من المركبات الإنسانية، دعينا نقول من شعوب، من أديان، من ثقافات، من قوميات مختلفة، من لغات. والأهم من كل ذلك أن هذه المدينة كانت وأمل أن تبقى كذلك تحمل وجهين، الوجه الأول هو الوجه المشرقي، والوجه الثاني هو الوجه المنفتح على الغرب. وتخللت الندوة التي أدارها الإعلام فهمي فرح مقطوعات موسيقية لعازف العود إلياس قسيس ومداخلة للبروفيسور محمود يزبك، الذي استرسل في الحديث عن أهمية حيفا الحديثة التي يعود بناؤها إلى عام 1750 على يد ظاهر عمر الزيداني حاكم عكا والجليل في حينه. المدينة تعني الكثير لأنها هي منبت حضارة ومنبع حضارة، وكل من يدخل إلى المدينة مباشرة على الرغم من كل الأعمار الجديد اللي يعني من كل العالم، لكن يبقى هنالك طابع لهذه المدينة وهو الطابع العربي الفلسطيني الشرق أوسطي المسيطر على المدينة. ومن يدخل إلى مدينة حيفا مباشرة يرى أن المسجد بجانب الكنيسة، هذه الوحدة التي مثلتها حيفا منذ إقامتها هي عمليا تمثل الشيء الجميل لشعبنا الفلسطيني. وتتمتع حيفا بمكانة خاصة لدى أبناء مدينة البشارة التي طالما اعتبروها بمثابة الأخت التوأم لمدينتهم، وما تزال حيفا تشكل مصدر إلهام للكثير من الفلسطينيين وخصوصا المهجرين من أهلها الذين يعيشون معها حالة عشق وحنين ويرتبطون بها من خلال روايات الأجداد إلى الأحفاد والآباء إلى الأبناء. الأمسية مثل دايما بذكر بحسرة كل أهل حيفا اللي بعرفهم في الشتات وما بيقدروا يجوا على حيفا، واللي بلاقيهن أو ما بنشوفهن إما بالولايات المتحدة أو مشردين أو وين ما كان، وبعرف قديش حيفا هي بلد عزيزة على قلبهن، وبذكرهن بنوع خاص الليلة بنوع خاص. أهلي، أنا والدي من حيفا وكل أهله من حيفا، وبعرف إنه بكلهم بقلبهم في غصة على حيفا.